السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المشركون لا يسألون الله في الحج إلا الدنيا، يقولون: اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا. نيته الدنيا فقط، لها أنفق ولها عمل ونصب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كان هذا قبل بزوغ الإسلام، فهل اختلف الأمر الآن؟ بالتأكيد، الناس في الدعاء فريقان، فريق ليس له هم إلا الدنيا تأتيه من حلال أو حرام، أما الآخرة فلا تشغل باله، ليس لهم فيها حظ ولا نصيب، وفريق مؤمن يطلب نصيبه من الدنيا بالحلال، ولا يغفل أبدا عن الأهم، لا يغفل عن الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ومن الناس فريق مؤمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقا وعملا طيبا وعلما نافعا وزوجة صالحة وولدا تقر به العين وراحة واسعة في الرزق بالحلال وفي الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم وحسن من الحسن، والحسن يعني الجمال، وحسنة نكرة تفيد عموم الحسنات في الدنيا والآخرة. وقنا واصرف عنا عذاب النار وما يقرب إليه من شهوة وعمل. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لأصحابه: إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. فالإسلام دين متوازن، والمؤمن يطلب الآخرة ولا ينسى حظه من الدنيا. هناك منا من لا يجيد فن الدعاء، فعليه أن يلزم هذا الدعاء، ففيه خيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا.